وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد، بعد التحية، يعني ما هي محددات الدور المصري فيما يتعلق بالمفاوضات بين حماس وإسرائيل في ظل الدور الهام الذي تلعبه مصر في سير هذه المفاوضات؟ تحياتي لحضرتك السادة المشاهدين. بالفعل مصر تلعب دورا مهما للغاية في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل. تستضيف اليوم جولة مباحثات يحضرها رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي عقد كذلك لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو استمرارا لما تقوم به مصر لمحاولة تقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف تام لإطلاق النار. ربما تستمر هذه المباحثات على مدار هذا اليوم بمشاركة الوفود الثلاثة، بالإضافة إلى استمرار هذه المفاوضات غدا في العاصمة القطرية الدوحة بحضور رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الموساد، بالإضافة إلى الوفد الأمني المصري والمفاوضين القطريين. نعم. مصر تعمل في هذه اللحظة على تقريب وجهات النظر، على الرغم من أن المفاوضات الجارية ربما شديدة الخصوصية، لأنها تعد المرة الأولى منذ عدة شهور التي يقف فيها الطرفان على قاعدة واحدة، وهي الاتفاق أو الموافقة على الأطر الحاكمة لاتفاق واحد، وهي الأطر التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل عدة أشهر. ولكن هناك لا تزال عدة نقاط خلافية بين الطرفين، تعمل مصر على تقريب وجهات النظر بشأنها، ربما منها ما يتعلق بضمانات التوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار وليس فقط التوصل إلى هدنة، ما يتعلق بمستقبل الانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وتحديدا في محورين التسريم و بلادلفيا، ما يتعلق بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة. ربما هي كلها نقاط خلافية تعمل مصر في الوقت الحالي على التوصل إلى اتفاق بشأنها. إذن يعني في إطار التطورات الأخيرة، في رأيك ما هي أبرز السيناريوهات المتوقعة لسير هذه المفاوضات؟ يعني على الرغم مما ذكرته آنفا من وجود نقاط اتفاق ونقاط خلاف، ولكن يظل الداخل الإسرائيلي عاملا مهما للغاية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، لا سيما مع ما يبديه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجناحيه المتطرفين من معارضة حتى الآن للتوصل إلى اتفاق، والضغوط الكبيرة الممارسة عليهم للتوصل إلى هذا الاتفاق. ولكن ربما الأمال معقودة على مثل هذا الاتفاق. السيناريوهات ربما تتجه إلى نوع من الإيجابية النسبية بالتوصل إلى هذا الاتفاق، بالنظر إلى الجهود المبذولة من جانب الوسطاء ومن جانب الاتفاقات التي جرت خلال الأيام الأخيرة على بعض النقاط في الاتفاق. ربما هذا السيناريو قد يكون مرجحا، ولكن هناك سيناريو آخر بتعثر التوصل إلى هذا الاتفاق إذا لم يتم التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية، لا سيما ما يتعلق بضمانات التوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل دائم بعد الهدنة المزمع التوصل إليها. إسرائيل تريد أن يتم التوصل إلى هدنة مع حرية لها في استكمال العمليات العسكرية واستكمال حربية على قطاع غزة متى شاءت، وهو أمر كذلك مرفوض بالنسبة لحركة حماس، وبالتالي الأمر يواجه العديد من الصعاب والتحديات، وهو أمور إذا لم هذه النقطة بالتحديد إذا لم يتم التوصل إلى توافق بشأنها، فإن المفاوضات برمتها قد تواجه خطر التعثر. نعم، أنا أشكرك ضيفي الكريم الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.